الذي سقط على رأسي؟ تذكرت، نحن في فصل الخريف. قالت لنا معلمتنا بأن أوراق الأشجار تتساقط في فصل الخريف. متى يبدأ فصل الخريف؟ يبدأ فصل الخريف في شهر أيلول وينتهي في شهر كانون الأول، ليبدأ فصل الشتاء البارد. ولكن كيف يتحول فصل الصيف إلى فصل الخريف؟ تحتاج الكرة الأرضية سنة كاملة لتدور حول الشمس. أثناء دورانها تكون الكرة الأرضية مائلة بزاوية معينة، مما يؤدي إلى مرور الكرة الأرضية بفصول أربعة: الخريف، الشتاء، الربيع والصيف. ماذا يحصل للنباتات في فصل الخريف؟ يتغير لون الكثير من أوراق الشجر ليصبح لونها برتقالياً أو أصفر أو حتى أحمر في بعض الأشجار، وتصبح ساعات الصباح في فصل الخريف قصيرة، فأوراق الشجر تحتاج إلى أشعة الشمس لفترات أطول حتى تنمو وتكبر، ولهذا السبب تبدأ أوراق الشجر بالتساقط في فصل الخريف. أما عن فصلي الربيع والصيف فتكون ساعات الصباح أطول، فتزهر الأشجار وتثمر. ولكن ماذا عن الحيوانات؟ كيف تتكيف مع فصل الخريف؟ تقوم الكثير من الحيوانات في فصل الخريف بتجهيز نفسها لبرد الشتاء، فبعضها يهاجر إلى مناطق دافئة مثل طيور السنون والقرش الأبيض الكبير وأيضاً حيوان الرنة، والبعض الآخر مثل السنجاب يفرط في تناول الطعام في فصل الخريف ويؤمن لنفسه ملجأً ليجهز نفسه للسبات الشتوي. يصبح شعر قطة سكر أكثر كثافة في فصل الشتاء. ماذا يفعل الإنسان في فصل الخريف؟ تبدأ المدرسة دائماً في فصل الخريف، ففي هذا الفصل أتعرف على أصدقاء جدد وأقابل أصدقائي القدامى. يصبح الجو بارداً قليلاً في هذا الفصل، فيجب أن أبقي معي سترة خفيفة حتى لا أشعر بالبرد، وإذا أمطرت فأرتدي معطفاً واقٍ من الشتاء وأمسك معي مظلة. أكثر شيء أحبه في هذا الفصل هو توفر الكثير من الفاكهة والخضروات اللذيذة، فهنالك الرمان الأحمر الشهي والبطاطا الحلوة. خبزت لنا ماما كعكة اليقطين اللذيذة. ماذا عنكم؟ ماذا تحبون في فصل الخريف؟